الصفات ياهل، باحنا نتكلموا ونعطوكم التحية. يلا الناس مرات ترتخلا، انت ماشي، انت راك فيهم وحدين يطلبوا الصدق، وفيهم وحدين زررتهم عوج. انا قابلتني التانسيون مشيت الى دكار، ما ريت ما اتجه زري يبس، مشيت الى دكار. الحال لاباس لاباس، ماشى هون ما قط سرق باح على قاش عود ولا شيء، يسوى شنو ولا قطرين هون مشكله الحمد لله كبيره. قطيت هنا ريت لصوص مدققين بوتيك هوك، ودار داير قبلوا لك قبلوا لك هو اسمه كابوفار، دايرين في زقيبه. وشكيت انا انه لا انه لا مرسيدس، وجيت حاكمه بيدي العسريه ما رديتها عليك، انطرت دومتين جيت حاكمه بيدي ثاني. هذا عندك راك داير وساولي هاك هاك، قال وش رددت ما رديت لك، طحت لي هذا ذاك البناطره، مشيت سروالي ومشيت شارب بوليس، وجيت كاتريام، وجيت هذه واللصوص كاع هما يعرفون كابوفار الحمد لله. طبعا بوتي كاع ما انا مقردين، يا غير اللي انا لحقت ما انا بدك تقول تو جيتهم جي غير جيتهم لحقتهم، فاتوا داروا هما وطنهم واقفين وتهون، شكيت نوته البوتيك هل الدار كثر هنديسهم، ونين داروا كابوفار عرفت انهم جيتهم، وتو زرقوني ديك زرقوا مروا عاقب ذاك الحمد لله. ما قطرينا لصوص قبال المشكله، الله الوتات هذا المقاطرين ما مهمين، ما عندهم مشكله، يجبر واحد واعي ما عنده مشكله، كلا لا احد يجبر راقب. سردينيا في إطار هذا الرجال السينما. شغلتنا في المرسى هون مقبولين من بعضه، من بعضه المرسى كامل منين سقلتها كامل نسقلوها ونقردوا في الليل، هذا كان اصلا في العاده بعضها يعني نجوا مع الصباح نروحوا في بعضها من هون الوحده نقزوا نقعدوا هون يعني وداد دحميس كومسون بعضه معناها كومسون نقردوا وراك عاد قال الليل والنهار احنا في المرسى ما اعطينا نمرقوها ليل ونهار مقردين ورات مازال لابس سيفتو ما فطر له شيء مازال لابس سيفتو. كلاساتي انا نعرف بارك واحد منهم قال له محمد ابراهيم راهو في دار النعيم قردي له عياده والله مسيكين الا كون داير ما حزم وزقلش من الفوضى ما يوفى ما لا يعدل راعي صنم ماني وجه له شيء لا وجهت له قال لا يعدل والله لا يشقر فيه ما راد الله اني وجه له شيء فشنو.